على أزيز الرصاص وأصوات البنادق قضى أهالي منطقة المعامل ليلتهم بعد اندلاع نزاع عشائري استخدم فيه أنواع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. 70 عجلة عسكرية هرعت إلى المنطقة لاحتواء النزاع، و15 فرقة إطفاء من الدفاع المدني تكافح لإخماد النيران التي نشبت في إحدى المجمعات التجارية لتكبد أصحابها خسائر مادية تقدر بالمليارات، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمنازل وإصابة العشرات من المواطنين، فقد أمس السلاح اللغة الوحيدة بين الأطراف المتنازعة بعد أن أخذ النفوذ العشائري يتوسع في المجتمع العراقي متحديا القانون. ناس احنا واصلين مرحلة، هم ناس معاونة أطباء ومدرسين وفلك أسود كل احنا، ونقول نتشافى الشر، بس هاي صار بينا ما يعني شو أقول لك، لا بيها ولا لا من ذولا ولا من ذولاك، الله شاهد يا عمي، وصارت ورهما تشوف مالية حمراء، الله شاهد راحت كلها مالية حمراء، لا ما تقدرينها يعني، جمل مساحته 2000 متر، شنو ذنبنا احنا؟ لا من ذولا ولا من ذولاك يا عمي. احنا ناس على باب الله مفتحين، ناس على باب الله، يعني نزاع بين عشيرتين، تجي انت تحرق جملون مال عشيره ثانيه وتأذي، ويعني شو اوصف لك؟ يعني هو عن قصد تم الحرب بمليارات، شمرها علينا عبوات، انقله ابويا صاعد فوق البيت الهيكل مالتنا، انقله تعال احنا من ذولا من ذولا، انزل ما ينزل، القوات الامنيه بالباب جايه بس تسحول بينا احنا، يعني انت عايفه بالسلاح وصاعد فوق بيتي وجاي تسحول بي انا؟ ما يحاسبون المعتدي، المعتدي يذبونه بالسجن ويطلعونه؟ تقضى الدوله وتذبه ويطلعونه شلون على اساس طلعوا؟ هذا الجيش من وين جايبين؟ جايبين على الناس الفقره؟ بعد كاظينه ويسلمونه للجيش ويطلعونه وين؟ بيا قانون هذا؟ بيا قانون؟ القضاء العراقي وصف النزاعات العشائرية أنها شكل آخر من أشكال الإرهاب، فيما يصفها البعض الآخر من وجهاء العشائر بالتقليد العشائري والغاية منه التحذير. تطبيق القانون والابتعاد عن ممارسات العنف لا يتم إلا بعد حصر السلاح بيد الدولة، وهذه الدعوات لا تزال تصدح بها الأصوات دون تطبيق على أرض الواقع. أصيح له قال له سيدي تعال طبوا وحرقوا البيت مالتي، قال أنا مالي شغلة لا إلا أمر. شنو حل؟ أساسا الجيش والشرطة هم يخافون من العشائر، هم أساسا يخافون من العشائر، شلون يحمونهم؟ يعني يحمون الأفراد المجتمع ما يحمونهم. أنا هذا صوتي أريد أنه يوصل رئيس الوزراء يسوي حل، إذا هو رئيس الوزراء، إذا هو رئيس الوزراء ويقول أنا ابن العراق وأنا أسوي الأمين والاستقرار بالعالم، خلي يحل هاي، ترى هاي القضية أقوى من داعش، أقوى من داعش، داعش تعرف عندك هاي، بس هاي النزاع العشائري ما يعني ما إلها كل حل. يعني أنا البارحة نسوان وجهال بالبيت والنار أخذتهم، جهال والله بنية الله وكيلك بنية، تدرين بثلاثة بالليل إلا لقيناها، بثلاثة بالليل إلا لقيناها، النار منا والرمي منا وهاي بثلاثة بالليل إلا طلعناها طفلة، شنو ذنبي؟ خوف، قلق وترهيب وخسائر مادية تقدر بالمليارات كانت نتاج نزاع عشائري في بغداد. نفوذ العشائر وضعف تطبيق القانون أنتجا ظاهرة لم يألفها العراق من قبل، ألا وهي النزاعات العشائرية. فما حصل هنا وما سيحصل في أي أرض عراقية ما هو إلا رسالة خطيرة تنذر بذهاب البلاد إلى المجهول. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.